السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفه اليوم هي واحد الفطائر مالحين بالخضر، كيجيو رائعين بزاف بزاف. فهكا ممكن توجدوهم للكو تاع عشيه، ممكن للعشاء، ممكن انكم هكا في الخرجات النزهات في الطبيعه، الخرجات الصيفيه، علاش لا، كيجيو رائعين بزاف بزاف. فنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر. الوصفه هي سهله زعما، ماشي شي حاجه اللي كثيره، ولكن المذاق يا سلام. دوزوا المقادير. عمار غتقولي لنا الوصفه اشنو فيها؟ يلا زيدي، ها تحشمي، حيدي الحشمه. ها انتو الوصفه اشنو فيها؟ 5 ديال البيضات، و ديري الصوت ديالك باش يسمعوك المتتبعات، حيت انا ما عارفاش المقادير. 5 ديال البيضات، 5 ديال البيضات، خيزوه محكوكه، خيزوه محكوكه، فلفله مقطعه مربعات، نص سيترو، 500 مليلتر ديال الحليب السائل وغير بارد. هنا غادي نحتاجو كاس ونص، ياك كاس ونص ديال الدقيق من الكاس اللي عبرات به، هما هاد الاكواب، الكاس كبير هذا ديال الماء فيه كاس ونص. غادي نحتاجو شويه الثوم يابسه، لي زارب بروفانس، شويه الملحه، شويه سكينجبير، شويه البزار، وشويه حميره، وطبعا غادي نحتاجو شويه الجبن الاحمر مبشور اللي غادي نحكوه. صافي، غير خليه. يلا غادي نمشيو للطريقه ديال التحضير. فهاد الوصفه الا جات خايبه انا غنقول لكم راه خايبه، ديما المصداقيه البنادم. هذه الوصفه ديال قمر. فغادي تاخذ البيض، غادي تطربو شويه غير باش يتحل مع بعضياته. صافي، غادي تزيد دابا الجزر محكوك، غادي نحيد لك داكشي. صلاح نقدم في شي برنامج ودا قمر. نسينا البصله، علاش نسينا كضحكي الربيع كنقول شي حاجه غاده مع المتتبعات البنات. ها انتو الحادقه ديال بنتي نسات البصل والقزبر ومعدنوس مفروم، والقزبر ومعدنوس كيكون زايد لان هاد الكريب كيجي اللون ديالهم جاي من الاخضر. فقلنا بصله وحده مشلضه، فلفله مربعات، خيزوه محكوكه مع 5 ديال البيضات. عصبتيني، ديري ها الدفار، هاداك الدفار. شتي بنتي مبغاش ديري يدها في الماكله، قالتلك لا عندها الدفار. صافي، غادي نخلطو هدوك المكونات، غادي تزيدي العطريه وكلشي، غنزيدو التحميره، راهم ساهلين وكيوجدو للعشا، البزار، الملحه اللي كثيره، وحتى الجبن راه مالح قمر، ما نقويوش حتى الملحه. ايه شويه ديال سكينجبير، غنديروا شويه ديال لي زارب بروفانس، هنا شويه ديال الثوم المجفف، واللي ما عندوش ثوم مجفف ممكن يدير دراري ديال الثوم محكوك. صافي غير لا معليش، راه البودره الثوميه كتولي عطر. صافي، فكنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، وقالت لي بلي الحليب والدقيق غديرهم في الخلاط الكهربائي بحال غطحن الكيك كي كندير معاكم، باش هذاك الكتل ديال الدقيق ما يكورش مع هاد المكونات. فهاد المكونات غادي نخلطوهم مع بعضياتهم، غادي ناخذوا الخلاط غادي نديروا فيه 500 مللتر ديال الحليب السائل. هذه 500 قمر معبوره، حيدتي حيت كانت 600؟ لا خليتها 500. 500 مليلتر ديال الحليب سائل، وغادي تعبر كاس ونص. عبرتي غدير كاس ونص ديال الدقيق. لا خذي معايا القمر، ها هي خذي كاس ونص ديال الدقيق، غادي تعمر الكاس. كاس ونص يعني كاس عنبه، كاس من هذا يعني كاس ديال العنبه ونص. سير انا حيت كنعرف المعلقه شحال كتعطيني. زيدي معلقه. صافي، غدير معاهم حتى هما شويه ديال الملحه،
فنتمنى تكون لاله قمر خفيفه ظريفه عليكم. دابا غادي يتخلط هاد المكونات باش يتطحن ليها الدقيق مع الحليب وغادي نطلقوا باش نكمل تتم التحضير. كيف كتشوفوا راه خلطات هذاك الحليب مع الدقيق ودابا غادي تضيفوا لهاد الخليط وهي كتخلط باش كنحصلوا على عجينه بحال ديال الكريب، يعني كتكون خفيفه غير هادي مالحه بالخضر. فدابا غادي تخلطها ومباشره تبدا طيبه قمر ما تنتعش واحد خمسة دقائق صافي هي هذيك. على ما تسخن المقيله نبداو حنا نطيبوا فيهم. غادي ندوزو نبداو نطيبوا فيهم، فممكن ديروا المقلات او لا ديروا هاد الاله ديال البغرير. فانا غادي نطيب فيها وقمر بغات طيب في المقله عادي، فانا هذه واخداها وبغيت نجربها عمرني طيبت فيها وبالتالي هذه هي المناسبه. انا شاريه البغرير بحال هكا، وغادي ندور عند قمر حتى هي راه كتوجد في المقله كتسخن فيها، غدير في المقله عاديه جاتني هذه براتيك، يعني هذه عمليه. ودابا درت فيها مباشره لي كريب، ما عرفت غادي تصدق ليا البغرير ولا لا، معليش. هانتو بحال هكايا كيف كتشوفوا، وغادي نبداو ندير على الفرماج الاحمر دابا ولا مازال غتنيه على جوج ما عرفتش. شوفي انت يا صاحبه الوسط، فهي كنتسناو عليها الطيب من التحت كيف كتشوفوا راه بدات. يا سير ندور عندك زعما بديتي طيب. فدابا من بعد ما بانوا لي راه طابوا من التحت، فدابا غادي نقلبوها بحال هكايا. هانتم كاتبان لي وصفة قمر بنتي زينة زينة. قمر بنتي راه بدات، برافو على قمر. شفتو كي كيجيو تاني كنبدلو. صافي نخليو هنا هنا دابا يتسناو. واخا بلاتي نحيد هادي دابا في هاد العمليه غادي نديرو فرماج احمر اللي قلنا لكم هنا في الجن، وغادي نحاول نثني عليه هاد الطرف بحال هكا ونمعسو. صافي كنضغطو عليها بحال هكايا، وها لي كريب ديالنا واجدين. نخليهم غير يطيبو شويه، راهم طايبين يدوب لينا داك الجبن. فغادي نديرها في هاد العمليه في يعني فيهم كاملين. هادي وصفه عطاتها لها واحد الصديقه ديالنا هنايا، الاسم ديالها فوزيه، كنشكروك فوزيه. وهي تا هي هاد الفوزيه عطيها لها يمكن مرت خوها في السعوديه ولا مرت في الامارات اختها. صافي شفتو على هاد الشكل، نضلو ناخذو في الوصفات هانتو باش نجيبوهم للمتتبعين ديالنا. فنتمنى هذه هي الفكره ديال اليوم، نتمنى الفكره ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، وانتم شفتوا الطريقه يا هنا يا في المقله العاديه. فانا غادي نكمل هكا نوجدهم كاملين ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيف كيجي.
الفرماج. جبتي الفرماج من المجمع شفتو؟ وهادو هما لي كريب مالحين ديالنا من بعد ما خرجوا بعد ما طيبناهم وسالينا الطياب ديالهم. فهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كيجي، تيجيو لذاذ بصح كيجيو زوينين. وغادي نقسم لكم وحيده باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي. يلا قمر، ها هي. فهذاك الجبن مني كنشوفو، واو واو واو، شوفوا على هذا الشكل كيجي هذاك الجبن. شوفوا صافي، وكنقدموه مع اي صوص عندنا بالصحه والراحه. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ولا عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.